على الحصار سبق في الجولات الماضية، نتمنى الله التوفيق اليوم للمالك محمد المدخر والخيال عبد الرحمن ريكوت من مرضى طلع ريكوت ريحه بريق أسد. بداية أخير شمس البيادر أسرع بالتجهيز. شمس البيادر للمالك مهند والخيار منير التوباسي والمدرب مهند، نتمنى التوفيق لشمس البيادر في شوط الخيول العربية المحلية على الإحماء مشهر على الإحماء. شباب بالساحة الداخلية جازلنا الشوط الثاني، جنين دليلة وصخرة، جنين دليلة وصخرة جازلنا الشوط الثاني. المشهر للملاك نشام الخليل من نادي خليل الرحمن، نتمنى التوفيق الذين دائما يأبوا إلا أن يكونوا معنا في مهرجانات الفروسية ورياضة السرعة. نتمنى التوفيق لنادي خليل الرحمن ونشام الخليل برفقة الحصان المشهر. المالك مهران، نتمنى التوفيق للمشهر في شوط الخيول العربية المحلية. بريق أسد جاهز هناك عند بوابات الانطلاق مع الخيال عبد الرحمن الريقات باللون الأسود والأبيض، نتمنى التوفيق لنادي أريحة ومربط الريقات برفقة الحصان بريق أسد. البيادر الخيال منير الطرباسي بدأت الخيول بالدخول للبوابات. المشهر يأخذ الموقع النهائي مع السام عجاج انتظار بريق أسد. انطلقت الخيول على بركة الله تعالى بانطلاقة قوية ومثيرة لبريق أسد، ينتظر الصدارة منذ البداية مع الخيال عبد الرحمن الريفات. بسم الله ما شاء الله، شمس البيادر في المنطقة الثانية مع منير الطوباسي وانطلاقة هادئة ومتأخرة للمشهر مع إسلام عجاج. بريق أسد يقود الخيول بكل قوة إلى المنعطف الثاني، ما شاء الله تبارك الله بفارق كبير. بريق أسد شمس البيادر من الخلف في محاولة والمشهر يقلص المسافة والفارق. بريق أسد بكل أريحية يتقدم القادم من مربط لاريكات ريحة، يتزعم كوكبة الخيول مع الخيال عبد الرحمن ريكات. بسم الله وما شاء الله ودخول ولا أروع من الخلف بين شمس البيادر والمشهر مع إسلام عجاج يطلب الاندفاع. شوف المشهر من الخلف ما شاء الله تبارك الله اندفاع قوية على المنعطف الأخير. ما زال بريق أسد يتقدم بكل قوة، المشهر يخلص المسافة وشمس البيادر تحاول. بريق أسد في المرتبة الأولى بكل أريحية وبكل أناقة وجمال مع عبد الرحمن ريكوت. مشهر في المرتبة الثانية وشمس البيادر. مبروك هذا الإنجاز الكبير لبريق أسد عبد الرحمن ريكوت بالمربط والهركات في المرتبة الأولى. بريق أسد انطلاقة قوية كانت وإنجاز ولا أروع. الخيال الصاعد عبد الرحمن الركات إنجاز كبير لمربط الهركات ريحة، ألف مبروك. ياسر الحنين يتوج بريق أسد ويزق يا شباب لبريق أسد. زياد العوض يتوج بريق أسد صاحب المرتبة الأولى، ألف ألف مبروك لمربط الريكات. مشهر مع إسلام عجاج نادي من الخليل نشامة الخليل فرسان نشامة الخليل حتى تريد المشهر. أسرع إسلام شوية المشهر. انطلاقة متوفرة كانت ولكن استطاع أن يقلص الفارق، كل احترام وتقدير لهذا
الحسام نشامة الخليل برفقة إسلام عجاج المشهر في المرتبة الثانية. ألف ألف مبروك. المشاهد نشام الخليل كل احترام وتقدير لكم وعلى اطاركم وتواجدكم معنا هنا في سباق نادي اريحة للفروسية. كل احترام نشام الخليل. اخونا ياسر الحنيني يتوج شمس البيادر في اولى مشاركاتها تحتل المرتبة الثالثة. والخيال منير اكوباسي الف الف مبروك لشمس البيادر. I'm